حول ذلك ينضم إلينا مدير المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية حسن راضي. مرحبا بك سيد حسن. ماذا يعني استمرار المظاهرات وعودتها مجددا وبشكل فعال؟ نعم طبعا، منذ أيام بدأت الجولة الثانية من المظاهرات والاحتجاجات في إيران، طبعا لأنه الأسباب ما زالت غائمة ولم يلتفت النظام الإيراني إلى المشاكل التي أدت إلى المظاهرات والاحتجاجات في نهاية ديسمبر من العام الماضي، ويعني واتهم المتظاهرين بأنه يقومون بالمؤامرة ويخلون بالأمن إيران، وقام قمعهم بقوة، يعني حسبا منه أنه يستطيع من خلال القمع إيقاف حركة الجماهيرية، حركة الاحتجاجية التي تطالب بالحقوق الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، وأيضا يعني الأوضاع السياسية المزرية والديكتاتورية واستبداد والحكم الفردي بيد المرشد وقمع الجميع. لذلك نعم هذه الاحتجاجات بدأت، وحتى يعني استطاع النظام الإيراني من جديد قمعها بقوة من خلال الاعتقالات والقتل تحت التعذيب أو الرمي بالرصاص. بالتأكيد ستنطلق المرة الثالثة ورابعة، وبدأت المواجهة، نستطيع أن نقول بدأت المواجهة الحقيقية بين النظام من جهة وبين المواطن من جهة أخرى، لأنه المواطن فقد كل شيء في ظل حكم هذا النظام الذي استغل ثروات المواطن وأنفقها على الميليشيات وعلى الإرهاب وعلى سياسة التوسعية في المنطقة. نعم، هذه الاحتجاجات ستؤثر اقتصاديا، فما مدى التأثير الاقتصادي الذي سينعكس على الأوضاع في إيران بسبب هذه الاحتجاجات؟ يعني الأوضاع الاقتصادي مزر جدا، ويعني أكثر من معظم المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، هم متضررين بشكل مباشر، قامت الاحتجاجات أو لم تقم يعني، ولكن الآن بطبيعة الحال نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، نتيجة إنفاق إيران وعدم تراجعها عن دعمها للميليشيات، وجاء على لسان عدد من المسؤولين الإيرانيين وعدم الالتفات إلى احتياجات المواطن، كل هذا فاقم الوضع الاقتصادي. الآن سقوط يعني العملة الإيرانية بشكل دراماتيكي أمام العملات الأجنبية، وأيضا القلاء منتشر بشكل عام، عدم وجود فرص عمل، حيث الاحتجاجات العمالية والنقابية بدأت تتوسع، هذا كله يشل الوضع الاقتصادي للنظام الإيراني، وبالتالي تتوسعت الاحتجاجات. كلما ساء الوضع الاقتصادي كلما تتوسع الاحتجاجات، حيث تدخل فئات أخرى التي تتضرر نتيجة السياسات النظام الإيرانية ونتيجة سياسات إيران بشكل عام في المنطقة. نعم. والداخلية. لذلك سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية سيزيد المواطنين قوة وصلابة، حيث أنه ليس هناك شيء يعني يحافظون عليه، لذلك يقومون باحتجاجات والمظاهرات من أجل إسقاط هذا النظام أو تعديل معيشتهم كما ينبغي. نعم سيد حسن، تحدث عن الانتهاكات التي يقوم بها الحرس الثوري وقوات البسيج في وجه المتظاهرين لقمع هذه الاحتجاجات باختصار لو نعم تكرمت. طبعا هو النظام الإيراني النظام نعم هل تسمعني؟ هلو نعم سيد حسن، هل نعم تسمعني؟ نعم تفضل. نعم أسمع بشكل جيد. سألتك عن نعم. الانتهاكات. تقول أنه النظام الإيراني نظام قمعي، طبعا بكل يعني قواه القمعية كحرس ثوري أو كوبسيج أو حتى القوة الأمنية المنتسبة والمنتفعة من النظام الإيراني، يعني مارس قمع مفرط بحق المتظاهرين العزل من خلال فتح النار يعني والرصاص عليهم، وأيضا من خلال اعتقالات العشوائية والتعذيب حتى الموت في العدد من المعتقلات والسجون الإيرانية، وأكثر من ذلك، وحتى الذين هم الآن يقبعون في الزنزانات النظام الإيراني طالب القضاء الإيراني بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، واتهمهم يعني بالمفسدين في الأرض ومحاربين الله ورسوله، لطالما احتجوا على خامنئي وعلى سياسات النظام الإيراني. نعم. هذا تعكس طبيعة يعني الدكتاتورية النظام. نعم. والإستبداد وعدم مراعاة الحقوق. نظرا لضيق الوقت عندي، مدير المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية من لندن حسن راضي، شكرا جزيلا لك.